مشاهدينا، من كرة القدم ومن البطولة المحلية الدوري المصري الممتاز وكمان من نهائي أمم أفريقيا 23 سنة، تعالوا نروح للسكواش ونروح لتقرير من بطولة بالم هيلز العربية والدولية للسكواش، وبعد الفاصل بعد كده إن شاء الله هنستقبل ضيفنا عز كلاوي الناقد الرياضي. البطولة بتقام للسنة الثالثة أو الرابعة في بالم هيلز. حقيقي الكابتن أمير وجيه قايم يعني بمجهود كبير جدا جدا مع الاتحاد العربي، والبطولة يعني بتبقى يعني تجمع الدول العربية والأجنبية، وبطولة ناجحة بكل المقاييس لأن تنظيما وإدارة يعني في أجيال بتسلم أجيال. حقيقة احنا الأجيال من أيام المرحوم محمود عبد الكريم وفتح عمرو باشا والكابتن إبراهيم أمين حقيقي، والجيل الجديد بقى عمرو شبانه ورامي عاشور والشربجي حقيقي. طبعا هي لعبه بالنسبه لمصر يعتبر احنا عندنا استعداد فطري رباني تجاه اللعبه دي. بطوله بالم هيلز ديت من احلى البطولات اللي انا بحضرها في حياتي، واللي هي دايما مستضيفه البطوله العربيه. حقيقي انا بحب قوي اجي البطوله ديت. بطوله منظمه جدا، نادي ممتاز بالم هيلز، نادي محترم منظم، بطولة منظمة مرتبة، ماتشات جميلة، منتهى الاحترافية في كل حاجة حقيقي في البطولة دي. بطولة قوية جدا 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 جدا، يعني مثلا فيها من الكويت، قطر، الأردن، السعودية، وطبعا حبيبة قلبي مصر، وتقريبا معظم اللعيبة المصريين الحمد لله كلهم حاضرين، وعلى فكرة كل الدول العربية بتحب جدا تيجي بطولة بالم هيلز. البطولات اللي أنا بحب أحكم فيها عشان نشوف البراعم دي أول حاجة، لأن البطولة العربية مع بالم هيلز بيعملوا نظام مجموعات، ودي ما تلاقيهاش في البطولات العادية. يعني ايه؟ انه اللي بتخلي اللعيبة تلعب البطولات العادية مجرد انه بيلعب وان ماتش، مجرد انه بيخسر خلاص بيطلع، لكن هنا البطولة العربية عشان بتساعد البراعم بالذات الناشئين في 11 سنة و 13 سنة ولاد وبنات. حقيقة في البداية اشكر الاتحاد المصري للسكواش على حسن الاستقبال وحسن الضيافة وكرم الضيافة وعلى حسن تنظيم هذه البطولة الرائعة. في الحقيقة انطباعنا جدا رائع، مستويات جدا ممتازة، ما شاء الله تبارك الله، يعني شايفين أعداد ما شاء الله مختلف الأعمار، وهذا شيء حقيقة يعطي يعني مدعو للفخر في هذه اللعبة. شكرا لكم على الاستقبال والتنظيم وعلى حسن الضيافة، الله يبارك فيكم. بحب ألعب السكواش وشفته لعبة جميلة، وعايزة أبقى بطلة زي نور بالشربين. هي البطولة العربية بصراحة من أحلى البطولات اللي بدخلها في حياتي كلها، يعني دخلتها من وأنا تحت 11 مكملة بيها 13 15 وكده، يعني تنظيم البطولة حلو، ملاعب حلوة، أجواءها لذيذة كده. يعني بلعب سكواش وأنا عندي 3 سنين ونص، وبحب السكواش جدا، بقالي 6 سنين أو 7 سنين بلعب سكواش. انا بحب ان انا العب ماتشات وبتعامل مع الناس ومبسوطه جدا مع الناس، وكل ما يبقى في بطوله عربيه عاوزه ادخلها. مصر بقالها بتكسب كتير جدا وبتعمل بطولات بتنجح كتير، ودي حاجه سكسسفل قوي.